ربي هي نعمة الإنجاب والتمتع بمشاعر الأبوة والأمومة، فلا تمنع نفسك من هذه النعمة مهما كانت ظروف حياتك. فإن رفضت هذه النعمة اليوم فما أدراك بزوالها غدا. فبعض الناس ينتظرون هذه النعمة بشوق كبير في الوقت الذي تحجب نظرك ووجدانك عنها. صباح الخير لجميع مستمعي ومشاهدي الراديو الكلداني، معكم الآن جنان يوسف بوقفة جديدة من وقفات صحة الجسم. اليوم ضيف الراديو الكلداني سيكون من كندا، طبعا صوت وصورة. اللي يريد يتابعنا تقدرون تتابعونا عن طريق فيسبوك الراديو الكلداني. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الصيدلاني الدكتور لؤي صليوة بطرس يلدا. طبعا اللي عنده مداخلة، استفسار، سؤال، بالإمكان الاتصال بالراديو الكلداني والتكلم مع الصيدلاني الدكتور لؤي مباشر. رقم التليفون 635-3364، أو بالإمكان كتابة سؤالكم عن طريق فيسبوك الراديو الكلداني، وأيضا بالإمكان الاتصال عن طريق ماسنجر الفنان عدنان منصور. مستمعينا مشاهدينا، اليوم موضوعنا موضوع مهم جدا اللي دائما نختارها لكم، هو أفضل الطرق لتنظيم الإنجاب. نعرف الطرق مختلفة، بس أي طرق هي جيدة نوعا ما، ولماذا الإنسان يلتجئ لهذا الشيء؟ فلهذا كل هالاستفسارات اليوم الدكتور لؤي حينطينا جواب عليها. هسه أعتقد الاتصال وصل، نقول ألو. ألو، شكرا جزيلا. ألو، مرحبا أستاذ لؤي. صباح الخير، مساء الخير. بعد الظهر. بعد الظهر، مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا، نورت الراديو الكلداني. نسأل عنكم، الحمد لله والشكر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا نشكرك دكتور لؤي على وقتك اللي هسه حتنطينا اياه، على مود تنطينا بعض المعلومات عن هذا الموضوع. موضوع شائك، موضوع مهم جدا، حساس. الكثير من الناس يحسون نفسهم ضايعين بهذا الموضوع، بس يعني الأشياء اللي يسمعوها من الانترنت أو من بعض الأصدقاء يتبعوها، لأنه كثير من النساء، خلينا نقول لأنها اليوم الكلام موجه أكثر شيء للنساء، كثير من النساء يسمعون واحدة للثانية ويطبقون هالنصائح. فهاليوم نريد نشوفهم الطريقة الصحيحة اللي هي لتنظيم الأسرة، لتنظيم الإنجاب، للتحكم بنقول الإنجاب هنا. فإحنا هنا بالولايات المتحدة الأمريكية، الطرق الجيدة أو الصائبة لتنظيم الأسرة والإنجاب ما هي دكتور؟ نعم، في البداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل للراديو الكلداني في كاليفورنيا لإتاحة الفرصة لي للتحدث مثل ما تفضلتي عن هذا الموضوع المهم. نعم. حول التنظيم الأسرة والوسائل الناجحة التي يجب أن تستخدم. نعم. بالطبع كل حسب حالة المرأة. في البداية أحب أن أوضح بأنه السوق الدوائي متنوع بالنسبة لموانع الحمل. نعم. فهناك الحبوب والتي هي على شكل 28 حبة وأحياناً 21 حبة. نعم. هذه الحبوب تتكون من هرمونات اللي هي تماثل الهرمونات اللي بالجسم، نسميها الأستروجين والبروجستيرون. وأكو حبوب أيضا، باكيتات مع الدورة الطويلة الممتدة ل 91 يوم. نعم. وأكو موانع أخرى، اللصقات، وأكو موانع اللي هي على شكل حلقات مهبلية، وأكو اللوالب اللي نعم. هي بهرمون واحد، مو هرمونين مثل الحبوب. كما أكو لوالب نحاسية ما بيها أي هرمونات، وكذلك أكو أبر. نعم. وبالطبع جميع هذه الموانع لها حالات خاصة لكل امرأة بحسب الحالة الاجتماعية أو اللايف ستايل مالتها أو الحالة المرضية أو الأدوية اللي
تستخدمها بحيث يتم اختيار الطبيب للمانع المناسب لها. بالطبع المرأة هي حرة باستخدام أي فترة اللي تريد تكون تمتنع عن الحمل أو الفترة اللي تريد أن تكون حامل. نعم. ففترات اللي هي ما تريد أن تكون حامل بالطبع عليها أن تراجع الطبيب بحيث يختار الدواء المناسب من منع الحمل لها. نعم. وهذا الاختيار هنا يعتمد على المرأة نفسها. فمثلا أكو ناس، أكو امرأة هي تنسى استخدام الحبوب، نعم، نسميه نون كومبلاينت، بالطبع من ما تواظب على استخدام الحبوب وتنسى أخذ الحبوب راح يؤدي إلى مشاكل وقد يحدث الحمل. نعم. أو قد تكون المرأة بالعمر أقل من 35 أو أكثر من 35 سنة، الأقل من 35 وحالتها الصحية جيدة فممكن أن تستخدم أي حبوب منع اللي أنا ذكرتها سواء حبوب أو نعم. مداخلة دكتور. نعم نعم، أنت قلت هنا أنا أكو نوع من الحبوب، حبوب 28 يوم وحبوب 91 يوم، شنو الفرق بيناتهم؟ اي نعم، اكو 28 واكو 21 واكو نعم. 91 91 ال 28 يعني على 21 حبه فعاله بها هرمونات وسبعه غير فعاله، فتبدي المراه تاخذ من اول يوم العاده الشهريه تاخذ حبايه واحده لحين تنتهي من ال 21 اللي هي فعاله، بعدها تاخذ السبعه الغير فعاله. اثناء اخذها للحب الغير الفعال راح يصير عندها الطمث خلال يومين او ثلاثه او اربعه. نعم. بالنسبه لل 21 حبايه تستعمل الباكيت ابو ال 21. نعم. ثم ما تبي اي حبوب غير فعال فتنتظر ما تستعمل اي حبوب، يجيها طمث خلال يومين او ثلاثه بعد الانتهاء من حبابي ال 21. نعم. وال 91 حبايه هي حتى تغطي ثلاث شهور، وهذه ذات فائده للنساء البدينات اللي عندهم زياده بالوزن. نعم. حيث تكون الباكيتات ابو ال 28 او ال 21 غير مناسبه او غير كفوءه لمنع الحمل. نعم. فتحتاج الى حبوب ذات دورات ممتده تغطي ثلاثه اشهر. نعم. للبدينات خاصه، ولذلك نوجد هذا الحبوب ابو ال 91. نعم. دكتور مداخله اخرى، هالحبوب شلون تمنع الحمل؟ هي تغير بالهرمونات الانثويه عند النساء؟ لا، هي البعض يتصور بأنه هذه الحبوب مثل ما يحدث عند الإجهاض. لا، هنا العملية هي هذه الحبوب تخلي الأرضية بحيث يمنع أن تنزرع البويضة بالرحم، كما تمنع الجو الملائم للحيمن بأن يخصب البيضة. يعني هي تأثر على الهرمونات؟ هي بالطبع كتأثيرات جانبية يوجد تأثير على الهرمونات، لأن نعم. هي تأخذ هرمونات فبالتأكيد أكو تأثير على الهرمونات اللي بالجسم، ولذلك تظهر تأثيرات جانبية مثل يكون نزف متقطع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من استخدام المانع، وبالطبع وراء ثلاث شهور يزول. اذا ما زال لازم تراجع الطبيب. نعم. اكو خلل او اكو مشكله. نعم. اضافه الى ذلك بالطبع الهرمونات الخارجيه من تؤخذ تاثر على مزاجيه المراه. حيث قد تسبب احيانا الكابه. نعم. وبعض الاحيان بالطبع تاثر على المعده والامعاء تسبب الغثيان و نعم. أيوه. نعم.
دكتور، مداخلة أخرى على الحبوب قبل ما ننتقل إلى أمر آخر. مثلا إذا امرأة ما تريد يصير عندها إنجاب لمدة 3 سنوات، تبدي تاخذ الحبوب، هل هالحبوب تبقى وياها نفس النوعية نفس المادة تبقى وياها 3 أشهر، أم الدكتور لازم يغير الحبوب كل فترة؟ يعني أكو استشارة طبيب خلال أشهر معينة. تفضل. هو الحب ممكن أن تستمر به، ما تداعي أن يغير الطبيب ما دام هي مرتاحة له، لأن احنا مثل ما قلنا الحبوب هي إما 28 أو إما 21. إذا هي المرأة بأنه مدى تعاني من أي تأثيرات جانبية ومدى تنسى الحبوب، يعني عندها كومبلاينس زين نعم. وإذا تشعر نفسها بأنه هي مرتاحة فتستمر عليه سنة أو سنتين أو ثلاثة. نعم. لكن إذا هناك حالات مرضية فالحبوب قد ما تفيد. مثلا إذا مثلا شخص بمرض السرطان نعم. أو شخص عند داء الشقيقة، أو مثلا داء الشقيقة المفروض المرأة تستخدم الحبوب اللي ذات الدورة الممتدة أبو 91 حبة. ليش؟ نعم. لأن كل ما ينزل الهرمون بعد ال 21 يوم من ينزل الهرمون من نعم. ماركو فعالة حبوب فعالة فيصير عندها شقيقة. أوه. ولذلك الأفضل أن تأخذ الحبوب بصورة مستمرة اللي هي 91 حباية بحيث لا تجي لها الدورة الشهرية نعم. واللي تسبب عندها الشقيقة. نعم. وهكذا بالنسبة مثلا الناس اللي مثلا عندهم ارتفاع بضغط الدم أو نعم. عندهم مخاطر بالقلب، فمثل هذه الحالات يفضل أن لا يستخدم الحبوب اللي تحتوي على الأستروجين، أو أن يكون هرمون الأستروجين بهذه الحبوب ذات تراكيز قليلة، أو تستخدم اللوالب. نعم. اللوالب اللي تحتوي على البروجستيرون اللي هو تأثيره أقل على القلب أو على ارتفاع ضغط الدم أو على المخاطر اللي تسبب الجلطة. نعم. ولذلك هنا منا يتم معرفة الاختيار الدوائي. مثلا إذا شخص يدخن عمره اكثر من 35 من ننطيه حبوب، اذا المراه ننطيها حبوب مزدوجه مال هرمونين تاثر عليها تاثر على نعم. الجلطه، نعم. فلذلك يضطر الطبيب يعطيها لولب او حبوب بروجستيرون حتى يمنع حدوث هذه المخاطر. نعم. دكتور، خلينا ننتقل من الحبوب إلى التحاميل النسائية، اشرحنا عليها أيضا، لأن هي هالمادة أو هالوسيلة دائما يستخدموها النساء. تفضل. نعم، انت بهالحاله هو احنا نقول عليها الحلقات مثل نوفرينج، اكثر شيء هي موجوده على شكل حلقات مهبليه. هذه تقوم هي المراه بنفسها بادخالها داخل المهبل نعم. لمده 21 يوم، وبعدين تسحبها بعد ال 21 يوم، وهي حالها حال اللصقات اللي توضع على الجسم نعم. أو الحبوب، لأن هي أيضا تحتوي على الهرمونات المزدوجة مثل الأستروجين والبروجستيرون. نعم. هي الحلقات هذه يعني من الأدفانتجز مالتها، هي سهلة تقدر المريضة نفسها بدون زيارة للطبيب نعم. من إدخالها وإخراجها، لكن المشكلة بأنه أحيانا تسقط نعم. هذه يعني تكون خارج المهبل، وأحيانا تنسى المريضة، نعم. وإذا كان ذلك النسيان مثلا أكثر من 3 ساعات نعم. فعليها بالطبع إدخالها مرة ثانية واستخدام الباك أب ميثود، يعني نعم. المساعدة طرق مساعدة أخرى مثل الكوندوم لمدة 7 أيام نعم. لحين يا يصعد الهرمون عندها مرة ثانية من الحلقة. فمشكلة نعم الحلقة هو عندما تنفقد، هذه اي
حالها حال اللصقه، اللصقه ايضا جدا سهله وتوضع على الجسم، لكن المشكله اثناء الاستحمام او اثناء النوم او اثناء نعم الحركه تخرج من الجسم، أي واذا كانت ذلك اكثر من 3 ساعات 4 ساعات نعم تدخل في جداول فقدان الجرعه، نعم ولذلك لازم نسوي باك اب مثلا. يا بس دكتور، هي هالحلقات إذا سقطت والإنسان يريد يخليها مرة ثانية، يعني هل هي نظيفة أو يعني أكو احتمالية يتكون عند المرأة التهابات معينة؟ هي تعتمد اذا بالطبع اذا كانت سقطت، اذا مكان غير نظيف او غير نعم مناسب، وبصورة عامة تستبدل، بصورة أي عامة تستبدل نعم نعم تستبدل. واذا الفترة مثل ما قلت لحضرتك اذا اكثر من 3 ساعات نعم لازم طريقة اضافية ثانية، واذا مثلا اذا هي نسيت فد يومين او 3 نعم لازم بهذه الحاله اضافه للطرق الاضافيه المسانده لازم تستخدم بلان بي. نعم بلان بي اللي هي طريقه حبوب، بحيث ايضا تستخدم خلال 72 ساعه من الجماع، فاذا هي الحلقه مو موجوده لمده 3 ايام او يومين وصار الجماع بهالشكل الحاله، اضافه للباك اب لازم تستعمل بلان بي. نعم بلان بي حتى يمنع اللي هي حبوب من الإخصاب. الحمل. نعم، بس نعم التراخيص عالية. نعم دكتور، شنو مضار هالحلقات؟ هل تسوي يعني مضار معينة لرحم المرأة؟ أبد ما ماكو أي بيعمل. مضار من الحلقات أو من اللوالب نعم بتاتا. فمثلا بعض الناس قد تتصور بأنه الحلقة أو اللولب نعم يقلل الإنجاب أي أو يحدث تليف في غشاء الرحم نعم أو قد يحدث إخصاب خارج الرحم، نعم بحسب الإحصاءات ماكو هالشكل دلائل أبدا. نعم هي أنت هسه طريقة تكلمت جيدة. أيضا، نعم دكتور تكلمت عن اللولب، بس نعم أريد نوضح للناس ما هو اللولب، يعني وين ينحط، شلون يقدر يمنع الحمل هذا الجهاز أو هالوسيلة. تفضل. هو اللولب لازم يصير زيارة للطبيب، أي وهو اللي يشكل اللولب بحيث يمنع نعم الحيمن من تخصيب البيضة. نعم واللوالب هي أنواع، يعني أكو لولب هرموني أي اللي هو من الفترة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وأكو لولب نحاسي، لولب نعم نحاسي من 5 إلى 10 سنوات يكون مفعولة. نعم اللوالب بحسب الإحصائيات هي أفضل الموانع، نعم يعني نسبة حدوث الحمل تكون معدومة بالنسبة للوالب. للولا الشيء الثاني، اللولب بصورة عامة اللولب يفضل بعد 35 سنة، نعم وللمرأة البدينة، المرأة المدخنة، المرأة اللي عندها شقيقة نعم وصاحبة إلها، ف يستخدم اللولب. بالنسبة نساء عندهم أمراض سرطانية يفضل النحاسي، لأن أي هرمون مزين للأشخاص نعم النساء اللي بيهم سرطان، إضافة إلى خطورة الجلطة بعد نعم 50، نعم يعني مناعة الجسم بالنسبة للسرطان تكون قليلة، وكذلك احتمالية الجلطة بعد سن 50 تكون عالية، ولذلك تمنع الهرمونات بتاتا، فتاخذ اللولب النحاسي. نعم وبالنسبة للوالب الأخرى هي مثل ما قلت عامة، أي شخص عنده ارتفاع بالضغط، أي شخص عنده أمراض قلب، نعم أي شخص عنده أي سي في ريسك نعم أو بنين زيادة بالوزن أو شقيقة، يفضل أن تكون اللوالب أفضل. نعم كما أنه اللولب يفضل عن البقية، خاصة في حالات بعض الأمراض، مثلا مريضة
عندها صرع، نعم، او مريضه عندها روماتيزم تستخدم ادويه مع الروماتيزم الثقيله مثل ميثوتريكسيت. اكو نساء عندهم نعم. هلو. كلها هذه. نعم. اتفضل دكتور. هلو. لا الصوت شوية يتقطع. اتفضل. نعم. كل هذه الأدوية اللي تستخدم لهذه نعم. الحالات المرضية، إذا المرأة استخدمت وسائل أخرى عدا اللولب، نعم، قد تنسى بعض الجرع وينجم الحمل اللي قد يؤثر على الجنين. نعم. لأن كل هاي الأدوية نسميها تراتوجينك تأثر على الجنين. لكن باستخدام اللولب، باستخدام اللولب ما راح تنسى الجرعة، لأن اللولب يغطي لمدة 3 سنوات 5 سنوات بدون تقاطع بالجرعة. بس دكتور الامرأة اللي مخليها لولب تحتاج مثلا كل 6 شهور تراجع الطبيب تشوف يعني ثبات اللولب اذا اكو التهابات او مشاكل ويا اللولب. تفضل. بالطبع هي الزيارات دائما، سواء يعني الزيارة المثالية للطبيب. نعم. اللي يستخدم المريضة اللي تستخدم اللولب هي المفروض كل 6 شهور اولا. نعم. لازم يشوف اذا الفتنس مال اللولب مضبوط او تحرك. لا اضافه للتاثيرات الجانبيه، اذا كان نزف اكو، نعم، او نزف متقطع، نزف شديد، او المراه نفسها اذا هي مرتاحه من استخدامها او غير مرتاحه. نعم. فبالطبع مطلوب الزيارات كل 3 شهور. نعم. لغرض اجراء المونيتورينج. نعم دكتور، اكو هنا أنا سؤال من احدى مشاهدات الراديو الكلداني، تقول انا مخليه لولب بس لما تكون عندي العاده الشهريه تجي بغزاره واكثر من اسبوع، فهو السبب من اللولب؟ اتفضل. نعم، هو هي كل الموانع الحمل، كل الموانع الحمل تسبب نزف دموي. نعم. متقطع، بس اذا كان النزف الدموي ثقيل، نعم، هو بالطبع من اللولب يكون، بس اذا استمر يجب ان يعني تروح للطبيب وتتناقش وياه، يمكن يبدله الى غير لولب. مثلا واحنا قلنا اكو لوالب تراكيز الاستروجين عاليه، اكو تراكيز الاستروجين متوسطه، اكو تراكيز الاستروجين قليله، وحتى بالمدة الزمنية، وبكل الأحوال، كل الأحوال. نعم. يعني فيولوجية المرأة، من مرأة المرأة تختلف، يعني ما نقدر نقول إحنا هذا اللولب اللي كان مضبوط على هذه المرأة هو. نعم. شيء عام لكل النساء. نعم. فإذا أكو من النوع الثقيل، يعني نزف ثقيل، فممكن يبدله مثلا زيادة البروجستيرون، أو ممكن أدوية مثل الأدفيل أو الناتروكسين قد تقلل من النزف الدموي، أو نعم، يضطر أن يبدله الطبيب. نعم دكتور، إحنا عندنا تحية من دكتور أصمت يوسف لحضرتك، وأيضا تقول ما هي منافع أو أضرار اللولب النسائي؟ أعتقد جاوبت على هذا السؤال. وأيضا سؤال آخر، هل يحتاج اللولب النسائي إلى فحص دوري؟ أيضا جاوبنا على هذا السؤال. هل بالإمكان استخدام بلانت بي باستمرار فقط في الحالات الضرورية؟ طبعا هذا سؤال من الدكتور أصمت، إذا أمكن الإجابة. هذا الموضوع جدا مهم، جدا. نعم. مهم بالنسبة لموضوع البلانت بي. نعم. البلانت بي هو يعني منع نوع بروجستيرون بترتيز عالي، تستخدم بالثلاثة أيام الأولى، يعني بحالة طارئة، بحيث المرأة إذا هي إما هي نسيت الحبوب. نعم. لبعض الأيام، أو ما تستعمل حبوب، أو أي مانع حمل وصار الجماع، فتروح تستخدمها خلال 3 أيام. أكو نوع آخر حاليا موجود بالسوق. نعم. بأنه خلال 5 أيام، أيضا
يمنع زرع البويضة داخل الرحم ويمنع الإخصاب. نعم المشكلة هنا أكو مثلا بعض النساء هي تفضل ما تستخدم حبوب منع الحمل العادية أو نعم أي وسائل المنع، وتستعمل البلان بي عند الطوارئ فقط. هذا غلط. ليش؟ يعني مثل أجيب لك مثل، مثل سيارة تمشي على طريق، نعم لكن هذا اللي يستعمل حبوب منع حمل بصورة منتظمة مثل سيارة إذا تمشي على طريق عدل سموث، لكن من أني آخذ، من المرأة تأخذ حبوب منع ذات تركيز عالي اللي هي بلان بي، راح تصير السيارة مثل إذا تمشي على طسة، تمشي سموث وطسة. ليش؟ صحيح. لأن تركيز عالي راح تأخذ، بعدين راح يرجع إلى العادي، ومورا مثلا اسبوع همين راح ترجع تاخذ الامرجنسي بيل اللي هو بلان بي، وهم يصعد، فراح تصير مثل مطبات. هذه المطبات بالنسبه للمراه قد تسبب عندها تاثيرات على الكبد، يعني نعم قد يضرر، قد يسبب ايضا نزيف مهبلي، نعم و إضافة إلى ذلك قد بسبب الارتفاع والانخفاض بالهرمونات قد يسبب عدة الشقيقة، نعم يعني يحفز على أداء الشقيقة. نعم فيفضل دائما بأن تستخدم حبوب المانع هي بالأساس، أما الإمرجنسي بيل فقط في حالة إذا نسيت نعم أو ثلاثة. يعني بس وبالنسبة للنسيان، بالإمرجنسي يقدرون ياخذون البلان بي. اي بس للامرجنسي، يعني نعم اني المرأة المفروض عندها الحبل المانع الباكيت الاساسي الريجولر، اما اذا نسيت بعد يومين او ثلاثة، والنسيان المهم لا يكون بالاسبوع الاول من استخدام الحبل نعم او بالاسبوع الاخير. هي هاي الايام الخطرة، الأسبوع الأول من الحمل، الأسبوع الأول من استخدام الحبوب، نعم والأسبوع الأخير. ليش؟ لأن إذا بالأسبوع الأول نسيت الحبوب أني دا أمدد الفترة الغير الهرمونية، يعني نعم دا أمدد كأنه دا أستخدم حبوب غير فعالة أكثر من أسبوع، نعم وكذلك بنهاية الباكيت كأنه دا أمدد الحبوب الغير الهرمونية، ولذلك احتمالية الحمل أو الإخصاب تزداد نعم بديش الفترة. نعم ولذلك لازم المرأة تكون حاضرة أول أسبوع حتى أزيد التركيز الهرموني نعم للحبوب. لذلك مثلا استخدام الحبوب مثلا أفضل فترة هي اليوم الأول من العادة، أما أي يوم آخر من العادة الشهرية استخدم الباك اب، يعني نعم طريقه ثانيه مثل الكوندوم. ليش؟ لان انطي فتره للتجمع الهرموني لمده اسبوع، بعد ذلك تكون المراه اكثر يعني نعم ما خافه من الاخصاب. نعم فاول اسبوع واخر اسبوع لازم تهتم بحيث ما تنسى اي حبه، اما الاسبوع الثاني والثالث فمثلا نسيان حبة أو حبتين، ممكن نسيان مثلا في اليوم حبة، ممكن أن تستخدم اليوم الثاني حبتين، نعم وما يكون خوف مثل ما هي بالأسبوع الأول والأسبوع الأخير. نعم دكتور اكو هنا أنا سؤال ايضا. واحده من متابعاتنا تقول انا عندي اكثر من سنتين تاخذ حبوب منع الحمل، بعدين اسه تتشكل عندي الغده الدرقيه، يعني تتوقف يصير بها مشاكل، هل هاي بسبب حبوب منع الحمل؟ اتفضل. اي اختلاطات يعني ما مذكوره بالنشره الدوائيه بالنسبه للموانع الحمل اللي تسبب غدد زياده بالافراز او قله بالافراز، يعني ماكو فالدلائل البحثيه، قد يكون هناك
مثلا حالة أو حالتين من ألف حالة. نعم. فهذه ما يعني مو هي دلائل دامغة بحيث نقدر نقول نعم أو نقدر نقول لا. فكل لحظة يعني لازم تروح للطبيب وتسوي الفحص الخاص بالغدة. نعم. وإذا مثلا زيادة أو نقصان بالغدة ف يعني أنت شنو تنصحها؟ هل تستمر بالحبابي أم تستخدم وسيلة أخرى لتنظيم الإنجاب؟ أنا أنصحها بأنه هي تستمر بس في نفس الوقت تجري الفحوصات المختبرية الخاصة بها، فإذا أكو زيادة تأخذ حبوب تنقص، وإذا أكو نقص تأخذ حبوب تزيد. يعني هي بالنسبة للغدد الهرمونية الثايرويد ما إلى غير حل إلا إما تنطي أو تخفض، فتمر على الموانع مالتها. نعم. عندنا مداخلة أخرى، مثلا إذا وحدة تأخذ حبابي، يعني لأن أكثرية النساء تأخذون لحد الآن حبابي خاصة الصغار بالعمر لأن يريدون يكون عندهم طفل بالمستقبل، فمثلا هي تتاخذ حبابي، نسيت بعض الايام تتاخذ حبابي وصار جماع، المهم صار طفل عندها، بس هي ما تعرف انه هي حامل، بعدين ذكرت الحبابي بدت تاخذ مره ثانيه حبابي، خاصه بالشهر الاول المراه يعني تكون كونفيوز ما تعرف انه هي حامل او لا لحد الشهر الثاني او الثالث، اكو بعض النساء يعني بعد اشهر بعدين يكتشفون ان هم عندهم طفل أو هي حامل، فلهذا يعني إذا واحدة حامل وبعدين تأخذ حبابي بلا ما يكون عندها إدراك بعملية الحمل إنه صار عندها حمل، هل هالحبابي حتأثر على الطفل؟ حيصير عندها إجهاض أو تشوهات في الطفل؟ تفضل دكتور. بحسب المصنع يذكر بأنه استخدام الحبوب منع الحمل يجب أن المرأة تعرف بأنه هي غير حامل، بالطبع يؤثر على الجنين، لكن وفي مثلا إذا هي يعني هي المرأة المفروض تكون واعي هي من متى تجي لها الدورة الشهرية لمدة يومين ثلاثة أربعة خمسة سبعة، يعني المفروض هي تروح للصيدلية تشتري أجهزة الفحص وتشوف إذا هي حامل أو لا. يعني هاي الإنسان هم لازم يكون واعي، يعني يعرف شلون يتصرف. نعم. وإذا مثلا كل الأحوال إذا ما تريد تروح للصيدلية أو تشتري جهاز تقدر تروح للطبيب وتتأكد إذا هي حامل أو لا قبل ما تستخدم الأدوية. فهي أكو يعني علامات، يعني نعم. المرأة لازم تعرف بأنه من تتأخر الدورة يعني شنو يعني احنا بدنا نعطي بلان بي في حالة إذا هي نسيت حباية أو حبايتين، فكان بالأحرى لو هي ما عندها دورة شهرية لمدة خمس أيام أو أسبوع أو أكثر فلازم تكون واعية. بس نفس الوقت بالطبع إذا هي مثلا استعملت مثلا لمدة فد أسبوع أو عشرة أيام ما راح يكون ذاك الضرر الكبير يعني اللي هي تتصوره، بس بكل الأحوال هي لازم تراجع الطبيب من أو تشيك الفحص المختبري إذا هي حامل أو لا. يفضل أن ما تستخدم، بس إذا استخدمت لمدة قصيرة يحتاج بالطبع بعض المونيتورينج. نعم. يعني الطبيب قد يسوي، بس هي بكل الأحوال إذا كانت فترة كم يوم ما يهم، بس إذا فترة طويلة بالطبع لازم. نعم دكتور، ما هي الإجراءات اللي المرأة لازم تتبعها بعد فترة طويلة من استخدام موانع الحمل وبعدين تريد يصير عندها طفل؟ ما هي الإجراءات اللي لازم تقوم بها؟ إيش قد المدة اللي لازم تبتعد من وسائل تنظيم الإنجاب حتى ما يصير عندها حمل؟ تفضل. كل فترة زمنية ما يحتاج. نعم. مرأة ترجع كان اللولب أو الحبوب أو الحلقة المهبلية أو اللصقة أو حتى بعد الإسقاط نعم. واللولب كذلك مباشرة بعد ترك الحبوب أو المرأة تكون مستعدة للإخصاب إذا ما استخدمت أي موانع حمل. نعم. أكو هنا مداخلة من دكتور عصمت يوسف،
يقول: ما هو العمر المناسب لعمل عقد الأنابيب؟ وهل لديها أضرار صحية؟ اتفضل دكتور. وتعتمد على بالطبع، يعني إذا امرأة عندها إنجاب ومكتفية بعدد الأطفال، يعني أي عمر هي ممكن أن تختار، لأن هي أكو قاعدة عامة بأنه المرأة هي ملك جسمها، ملك نعم. جسدها، فإذا هي معتقدة بأنه هي مكتفية وما تريد أي أطفال، فبالطبع ممكن الاتفاق مع الطبيب حول إجراء أي طريقة بحيث تمنع الإنجاب. نعم. يعني ما في فترة معينة، بالطبع هو يفضل دائما لكبار السن، بس إذا هي، يعني نرجع من الناحية الخلقية، from the نعم. ethical point، الناحية الخلقية، وهي أهم شيء هي الحالة الخلقية، إنه الإنسان، المرأة هي ملك في جسدها. أي فترة زمنية تعتقد هي بأنه ما تريد تنجب، وهذا هو خاص، ممكن أن تروح للطبيب وتجري العملية الخاصة بذلك. نعم. دكتور، وصلنا إلى نهاية هالفقرة. طبعا قبل ما ننهيها نشكرك على جميع المعلومات القيمة اللي هاليوم أنطيتها لنا هنا لجميع مستمعي ومشاهدي الراديو الكلداني. نريد نذكر مستمعينا مشاهدينا الصيدلاني الدكتور لؤي صليوة بطرس يلدو، هو من كندا وأيضا هو أخصائي سنين بهذا المجال، المجال الطبي. دكتور، كلمة أخيرة لجميع مستمعينا مشاهدينا، النصيحة اللي هاليوم تقدمها خاصة للنساء، اتفضل. الكلمة الأخيرة هو على المرأة اللي تريد تستعمل الموانع، أهم شيء أن تتناقش ويا الطبيب، نعم. بين للطبيب حالتها المرضية، الأدوية اللي دا تستعملها، اللايف ستايل، تدخن ما تدخن، وتتناقش ويا حتى يساعدها الطبيب بالاختيار المناسب، سواء كان حاب او لصقه او نعم. تحامي. استشاره مع الطبيب جدا مهمه. الشيء الثاني، على المراه ان تخبر الصيدلي في حاله حدوث التاثيرات الجانبيه، نعم. خاصه التاثيرات الجانبيه بصوره عامه تحدث عند بعض النساء الاخر ما تحدث. فعندما تحدث تاثيرات جانبيه بحيث تاثر على حياتها اليوميه، نعم. فعليها تراجع الصيدلي اللي هو ممكن أن يتفق ويستشير الطبيب على تغيير الجرعة الدوائية للمانع، مثل زيادة الأستروجين أو نعم. زيادة البروجستيرون أو تغيير الدواء حتى يساعدها، أو ممكن يعطيها دواء أوفر ذا كاونتر لتقليل حالات النزف المتقطع الذي يحصل عندها، أو يضطر يصحح بعض التأثيرات الجانبية من استخدام الأدوية. الشيء الآخر اللي أنصح به بأنه على المرأة أن تواظب وأن لا تنسى استخدام الحبوب، بالأخص مثلا، لأن أي نسيان قد يؤدي إلى الحمل، وخاصة بالأسبوع الأول من فتح الباكيت والأسبوع الأخير من استخدامه، لأن أي نسيان بهالفترة قد يكون حرج بالنسبة للمرأة. وكذلك وأخيرا، بأن استخدام البلان بي يجب أن يكون فقط للحالات الطارئة وليس عند الحاجة، لأن استخدامه عند الحاجة قد يؤثر على النزف المهبلي، قد يؤثر على الكبد، قد يؤثر بأن يحدث اشتقاق أداء المرأة، ولذلك يكون البلان بي فقط للحالات الطارئة وليس للحالات وقت الحاجة، نعم. يعني وقت الحاجة قصدي. شكرا نعم، جزيلا دكتور لؤي صليوة بطرس يلدو من كندا، ممنونين، وإن شاء الله يكون عندنا وياك وقفات جديدة بالمستقبل. إن شاء الله. شكرا لمقدمة البرنامج وللمعيد وللمخرج.
شكرا جزيلا. شكرا.